ولا بنت شبح ولا بنت فتح. احنا كنا فاكرين فتح مدرسه داخليه لغايه اما البواب قال لنا انهم احفادك. ايه طب انا سايب المقابله والله ده انا بس انا انبهرت بقى ده. يلا نبعد يا شطه نبعد يا شطه. بلي والله بلي. زي ما انت مش مريحة يعني خالص. المجرم مجرم سكور سريتو. بسم الله الرحمن الرحيم. وان دي ريحة وحشة. انت ما بتسعى الناس يا وايا سريتو كاتوانيس. خس خس النضخ خد الزراكن الناه. خش المطر خد براد الشاي ليه؟ خدوه على قدك يعني. ايه رايك في شكل الدراما في الوقت الحالي استاذ محمد؟ هي زي شكل السياسه، زي شكل الاقتصاد، زي شكل الاسره المصريه، زي شكل الشارع، زي شكل العشوائيات، زي شكل مشاكلنا كلها. يعني الدراما تعبر عن الحياه، وان حياتنا ملخبطه فالدراما هتبقى متلخبطه بس اتمنى ما تشيلوهاش. لا انسى. لا انسى. يمكن يعني برضو يعني الحقيقه برضو انا يعني بتكلم مع الناس برضو مؤدين برنامج وكده، فبيقولوا لي طبعا نجم محمد صبحي احنا بنحبه جدا وقريب جدا من قلبنا ومن قلوب الناس كلها. فسؤال ليه بيحط على نفسه لود جامد في انه يبقى يعني يقوم ببطوله عمل وتاليف واخراج؟ هل ده بيضغط الفنان ولا لا؟ صعبان عليهم والله. يشكروا اذا كنت صعبان عليهم. يعني لو كانوا مؤلفين فانا مش هصعب عليهم، هيتضايقوا مني. لو كانوا مخرجين فمش هصعب عليهم، هيتضايقوا. لو ممثلين مش هصعب عليهم، هيتضايقوا. انما لو هنا انا صعبان عليهم يا عيني الجاهل ده يعني، فانا اعتقد ان مدجن منهم ان يدققوا في العمل ولا لهم صالح بمن يفعلوا او ما يفعلوا. لان السؤال ده ما بيطرحش في اوروبا وفي امريكا. ده حقيقي. السينما الامريكيه قايمه على واحد بينتج، هو المنتج، هو وضع الموسيقى، هو اللي وضع السيناريو، هو المخرج، هو كل حاجه. ليه ما نسالوش؟ مش هنتكسف لما نروح نساله؟ هنتكسف. مفيش حد غير بيسال السؤال ده ابدا. انما هناك يقول ايه؟ كان التاليف كذا، وكان الاخراج كذا، وكان التمثيل كذا. انما ما عندهمش العين ام خمسه وخميسه. ده بيخرج ويمثل يا اخوانا. يعني بصوا للعمل ما تبصوش للحكايه دي. انا ملاحظ الاعلام كله بيهتم بالمنطقه دي. يمكن انا عندي حوارات كثيره لممثلين كتار في العمل كانوا بيتكلموا على سينما، ما بيتكلموش بالطريقه دي او السؤال ده. لا بيقولوا يعني جميل ياتي برايه، هو اللي قال ده مش انا، ماليش دعوه يعني، بس بيقول ان احنا عندنا حالات نادره. صح. يمكن محمد صبحي نادر في ان هو بيألف ما شاء الله ما شاء الله. بس كمان انا مش فران. يعني لو فران هعمل العيش كويس قوي. أيوه. وهعمله بانضباط ومظبوط. بس انا مش فران يا اخوانا. انا درست دراما ودرست دراما 14 سنه. أيوه. ودرست اخراج ودرست اخراج ودرست تمثيل. فايه المشكله؟ المشكله اطمنه. ما باخدش اجر لا على الكتابه ولا على الاخراج. فيعني ده ليهم هم رساله والله. اهم مشكله عندكم الشغل. انا بشتغل في كل حته شويه، وانا المصنع اللي بشتغل فيه اتباع، وحمديه مش لاقي شغل. احنا الاثنين بقينا في الشارع. ايوه بس الحكومه بتعلن عن 300,000 فرصه عمل كل سنه. بتعلن بس ما بتعينش. واللي اتخرج من الجامعه من 15 سنه مش لاقي شغل. عشان قاعدين مستنيين، قاعدين عشان تنقوا الشغل على مزاجكم. واقول لك ايه؟ ما تجيبش العيب فينا، بس ما تسويلهاش قدام العيال. اكيد الحكومه بتدرس وتخطط ان احنا نبقى زي الدول دي. احنا فعلا بقينا زي اوروبا وامريكا. شفتوا؟ سمعتوا؟ بس في الضرائب.
محمد يعني مين كان ليه دور مهم في حياتك يعني مع كل نجاح حضرتك بتشوفه وتاريخ طويل مليان دسامة من انت عايز حياتين ثلاثة بقى علشان تقول اسماء كتير من ساعة ما اتولدت يعني مفيش حد بيطلع مزقوق كده لوحده مين بيجي ازاي كتير كتير اساتذتي استاذي استاذ عبد العزيز في ابتدائي من الله. اول ابتدائي من اول ابتدائي ده راجل كان من اصل سوداني استاذ عبد العزيز ده علمني يعني ايه قيم علمني كان في فريق كشافه مسؤول عن فريق كشافه كشافه انت عارف كلها مصول ومبادئ ها وبعدين علمني يعني ايه تمثيل وعلمني يعني ايه ارى حاجات كتير قوي وامسك بقى اساتذه كتير استاذ ياسين انا حافظ اسمائهم لغايه دلوقتي وكنت بشوفهم قريب قريب يعني ابص لهم داخلين من المسرح ويسلموا عليا واحس بقى استاذي بقبل ايده ببوس ايده بجد ببوس ايده لان هي دي العلاقه ده اللي يعني هو تربية. كان سبب كان سبب وكانت التربيه والتعليم تربية. مش التعليم كانت التربيه والتعليم في طبعا من امثله اساتذه كبار ساعدوني استاذ فؤاد المهندس استاذ عبد المنعم مدبولي الله استاذ محمود المليجي استاذ توفيق الدني كل وقفوا جنبي وانا لسه طالع اليولا دول انا ما كنت ظهرت ما كنتش اندفعت هم دفعوني في اساتذه ليا في المعهد سعد اردش استاذ نبيل الالفي رحمه الله دكتور علي فهمي عبد الرحيم الزرقاني فتوح نشاطي كتير دول قافله شكيت فيا ان شاء الله تشكل رصده ببوس ابره اكيد فما ينفعش نجيب الريحاني استاذي من غير ما اشوفه مثلك الاعلى طبعا نجيب الريحاني ممثل لا يوجد ممثل في العصر الحالي يضاهي صدقه حقيقي في وقت وجدت فيه التكنولوجيا ايوه وجدت فيه جميع ما تتخيله من تكنولوجيا ايوه ريحاني ما كانش عنده التكنولوجيا دي وقدم افلام اعتقد ان ممثلين كتير يخجلوا صح يخجلوا وهما بيتفرجوا على ريحاني اذا كان الريحاني لا يضحك احدا او لا يضحك البعض الريحاني كان استاذا يعني هو شارلي شابلن هو شارلي شابلن بتاعنا فما ينفعش ننسى فضله علينا كلنا صح. كل الكوميديانات اللي طالعه ده جايد يعني ده مثل مثل مهم كمان يا ريت حد يعرف يعمل زيه أنا بعشق الأرض اللي تربيت فيها أنا بعشق فيها التراب بعشق فيها حتى العذاب بس خلاص قربت تهجم البلد أنا بحاول أمنعها بس أنا قربت أضع مش ههدى إلا إذا حصل استقرار في القوانين والحكومة الحمد لله ما شاء الله ماشية في تطوير التعليم فخامتك مسؤول عن قطع مياه الشرب عن المدن والأحياء إن إحنا مسؤولين عن الإسراف في مية الشرب في البيوت وبعضنا مسؤول عن تلويث مية النيل الناس اللي حضرتك يعني حضرتك طلعت نجوم ويعني نجوم كبار هاني رمزي منى زكي وهاني رمزي وناس كتيره من النجوم شايف ان النجوم اللي يعني اللي حضرتك بتساعدهم يبقوا نجوم بيفتكروا الفضل فضل استاذهم ولا لا؟ انا ما يهمنيش بيفتكروا ولا فضل ولا حاجه هو في حاجه اسمها الكشاف انا كشاف ممكن تبقى انت مستخبي او ما انتش عارف الطريق انا بنورهولك بعلمك انما ملهاش دعوه بالفضل انا ما يهمنيش انهم يذكروا ده انا يهمني يذكروا ما تعلموه ما تعلموه لان ممكن انت تدفع موهبه للاكتمال وتروح تبوظ نفسها تعمل اي كلام فارغ صح فده اللي زعلني انما عشان يطلع في انترفيو ويقول انا تلميذ محمد صبحي ولا التلميذ بتاعي ما تهمنيش ولا تعنيني واللي ما بيقولش ما بزعلش منه لان لا تعنيني انا يعنيني انا الوحيد انا الوحيد اللي ابقى عارف ان ده تلميذي ايوه وانا الوحيد اللي ابقى محترم انه كان تلميذي في كتير لا ما احترمش ان تلامذتي واسكت ولا اقولش مش عايز ان هم بزعل لانهم راحوا في سكه ثانيه خالص وكان الاتجاه واضح يعني بجد في كتير بحترمهم
وبحبهم وببقى فخور بان دول كان في يوم من الايام انا وقفت جنبيهم زي ما وقف جنبي اساتذه كبار. انا طلعت من الفضائيه المصريه. تتصدقوش كلمه نورتنا عفوا يا حبيبنا. يا رب العمل يعجبكم. يا رب نفضل كده يعني. فوق ان انا رديت عليه في التصويت. ممثلين من العيار التقيل. على فكره اللي في قلبي احنا محتاجين كلمه اخيره بقى تحب تقولها لكل مشاهدين القناه المصريه وبرنامج بلاتو عن مسلسل عائله ونيس، ولو في حاجه انا ما اتكلمتش فيها مع حضرتك وحابب انك تضيفها برضو يا ريت. لا انا سعيد جدا ان انا بتقابل مع مشاهدي المصريه، وبقول ان اتمنى ايضا متابعه ونيس وايام والجزء السابع. الحمد لله ان هو مش في رمضان في سوق عكاظ وزحام رمضان، هيبقى فيه مشاهده متانيه، واتمنى التدقيق جدا في حلقات ونيس القادمه لان تمس كل مشاكلنا العامه والخاصه. واشكركم. وانا قبل ما امشي عايز اوصي معاليك لقمتنا وكلمتنا وحريتنا وكرامتنا وارادتنا تبقى فوق كل اعتبار. مشاهدينا يا رب تكونوا استمتعتوا معنا النهارده من خلال لقائنا مع النجم الكبير محمد صبحي، لكن للاسف وقت حلقتنا عدى بسرعه. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا النهارده، ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده وبرنامجكم بلاتو. الموقع الرسمي للتلفزيون المصري www.egtv.net. القناة الأولى، القناة الثانية والمصرية. كل اللي يهمك عن أخبار التلفزيون المصري، مواعيد برامجك المفضلة، أفلامك ومسلسلاتك، وآخر الأخبار الفنية والرياضية لحظة بلحظة. وخليك على الهواء مباشرة من خلال الموقع اللي معروض دلوقتي واللي هيتعرض قريبا، وشارك برأيك من خلال استطلاع الرأي. خليك مع التلفزيون المصري على الموقع الرسمي egtv.net. نشرة الأخبار بعد قليل. أزمة السنة دي كانت كتيرة جدا، هذا الخلل اللي حصل في الفترة اللي فاتت بيتم علاجه دلوقتي. انت بقى عند الناس دايما إن أمريكا وقت تمسكنا بحكاية القمح. إحنا دلوقتي بقينا بنشتري القمح بتاعنا بأموال مفيش حد يدينا معونة. إحنا ما زلنا بننتج أفضل أقطاب العالم. السنة دي كان عندنا أعلى سعر للقطن المصري في التاريخ. حل القصة دي إزاي؟ التركيز في الفترة الجاية هيبقى على دخل الفلاح. كلام جميل؟ كلام معقول؟ أكيد. كان كلمة خلص الكلام. سلام.